بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري الحول بمركز بمستشفى المغربي للعيون بمدينه دبي الطبيه، ومركز طبيبي بجمهوريه مصر العربيه. حقيقي انا بتجيلي اسئله كتيره جدا جدا عن الحول، سواء على اليوتيوب، على الفيسبوك، على الانستجرام. فالاسئله لقيتها متنوعه وبتيجي في مواضيع مختلفه. فمن هذا المنطلق احنا قررت اعمل مجموعه حلقات نلم فيها الاسئله دي كلها في شكل حلقات منفصله. هنتكلم حلقه تتكلم عن الحول الكاذب، حلقه بتتكلم عن الحول المتقطع، حلقه بتتكلم على اسباب الحول، الفرق بين الحول الكبار والصغيرين، وهكذا وهكذا، الحول الوحشي والحول الانسي. هنعمل حلقات، والحلقات دي بتبقى قايمه على شكل حوار ما بيني وبين الشات جي بي تي، ما بيني والارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي. احنا بنساله ايه معلوماتك عن الحلقه اللي احنا بنتكلم عنها، هو بيجاوبنا ايه احدث حاجه موجوده على النت او في الداتابيز بتاعه النت اللي موجوده على مستوى العالم كله. وانا بعدها بضيف خبرتي، بضيف الكلام ده هو بنشرحه، بنحط صور وفيديوهات عشان نشرح الموضوع ده هو. فهيبقى الحوار زي ما احنا شايفين على الشاشه ما بين الارتفيشال انتليجنس اللي هو على الشمال وما بيني، دي البدايه، وبعد كده انا بكمل وبنشرح الموضوع بالتفصيل. طيب المجموعه دي هيبقى اسمها ايه؟ اسمها مفاهيم واسرار الحول في الاطفال والكبار. يعني مجموعه الحلقات دي عباره عن مفاهيم واسرار الحول في الكبار والصغار. هنشوف الحول في الكبار بيبقى شكله ايه، وفي الصغيرين شكله ايه، هل فعلا في اختلاف، وامتى بيختلفوا وامتى بيلتقوا. طب ايه المواضيع اللي احنا هنناقشها في مفاهيم واسرار الحول؟ اول موضوع بنتكلم فيه اللي هو حول العين وانحراف النظر. ايه الحول وايه هو انحراف النظر، وهل في فرق بين الحول والانحراف، وايه خطوره ان انا اخلط بين الاثنين. تاني موضوع هنتكلم فيه ايه الحول الكاذب، يا ترى في حاجه اسمها حول الكاذب، طب ايه علاج الحول الكاذب، طب ازاي اميز بين الحول الحقيقي والحول الكاذب. الموضوع الثالث اسباب الحول وطرق الوقايه منه، ايه اللي بيعمل الحول، وهل في طريقه ان انا اتجنب الحول او اقدر اتجنب حدوثه. اعراض وتشخيص الحول في الصغيرين في الكبار، يعني امتى الاب او الام يعرف ان ابنه او يشك ان ابنه عنده حول ضروري يوديه للدكتور. في الكبار برضه بتبقى ايه الاعراض اللي تخليهم يشكوا ان دلوقتي ظهر عندهم حول، او ان هم ممكن يكونوا بيحالوا من حول. بعد كده حقائق جديده او عن الكسل، ايه هو الكسل او العين الكسوله، وايه العلاج بتاعها، وهل في جديد ولا لا، وهل التغطيه مفيده ولا لا، ويعني ايه كسل. لازم نفهمه كتير جدا، لان بيجي لي كتير اب وام عمالين يغطوا عين ابنهم، يقولوا الدكتور قال لهم عنده كسل، هو نظره 6/6 مفيش كسل، هم متلخبطين يا عيني. فاحنا بنشرح ايه هو كسل العين. بعد كده الحول بيتقاس ازاي، قياس الحول ازاي بيتقاس زمان ودلوقتي بنقيسه ازاي، وهل ليه ارقام، وهل ليه في حول كتير وحول قليل، وهل ايه اهميه ده. احنا كدكاتره بنشوف الحول ازاي، بنقيسه ازاي، عشان انتوا تشوفوا بعينينا اللي احنا بنشوفه وتتخيلوا احنا بنعالج ازاي، او بيبقى ايه هدفنا من عمليات الحول. بعد كده هل في اختلاف بين الحول في الكبار والصغيرين، يعني هل الكبار الحول بتاعهم مختلف عن الصغيرين. وبعدين يعني ايه حول انسي وحول وحشي، يعني ايه حول داخلي وحول خارجي، او انسي او وحشي، تعريفهم واسبابهم وعلاجهم. وبعدين السؤال الكتير جدا بيجي لي، الفرق بين الحول المتقطع والحول الدايم، وهل الحول المتقطع ده شكل من اشكال الحول اللي هو بيتطلب علاج، ولا هو حاجه عاديه كده. هنشرح الفرق بين الاثنين. دي المجموعه الاولانيه عباره عن 9 حلقات ان شاء الله بنذاعهم ورا بعض. بعد كده هنخش في المجموعه الثانيه. المجموعه الاولانيه زي ما انتم شايفين كلها بتتكلم عن اساسيات الحول ومفاهيم الحول. المجموعه الثانيه بتتكلم على علاج الحول، ازاي بنعالج الحول، سواء بالمنشور، سواء بالتغطيه، سواء بالعمليات الجراحيه، سواء بالاطراد، ايه العلاج او بالاجهزه او التمرينات، ايه علاج الحول، هل العلاج كله جراحه ولا في حاجه تانية نقدر نعملها لعلاج الحول. هنتكلم عن علاج الحول، وبعدين هنجيب فيديوهات قصص نجاح ناس عملوا لهم عمليات حول وما شاء الله خفوا وبقوا كويسين، وازاي كانوا مبسوطين، وايه كان رد فعلهم بعد عمليات الحول. واخر حاجه بنتكلم عليها نصايح لكل اب وام، ازاي بننصح الاب والام، او ايه المطلوب من هم يطلعوا المعلومات من القصه اللي احنا بنحكي فيها دي، ايه اللي ممكن يستفيدوه من اللي انا بقوله، او يعني المعلومات دي بتفيدهم ازاي مع كل اب وام مع ابنه او بنته. يا رب تكون المجموعه كويسه ان شاء الله. انا يعني ما نتعشم في ربنا خير ان انتم تستفيدوا منها، تكون المعلومات مفيده وتفيد كل اب وام، وتكون اضافه له في كم معلوماته، خصوصا لو في حياته حد عنده حول يقدر يرجع ويلاقي الموضوع اللي هو عايزه ويفهمه، ويفهم الحاله ويفهم ايه اللي بيحصل. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه، وفيها هنتكلم عن الفرق بين الحول وانحراف النظر، وايه اهميه او فرق او خطوره ان انا اخلط بين الاثنين. استنوني في الحلقه الجديده وفي موضوع جديد في مفاهيم اسرار الحول في الاطفال والكبار.